كيفاش نحافظوا على الهدوء والطمأنينة في هذه الظروف اللي هي ظروف جائحة كورونا وظروف الحجر الصحي. الحجر الصحي راه مهم ومهم بزاف، والحمد لله عطانا نتائج مرضية في المغرب. وبالنسبة لهذه الجائحة راه تنتقل عن طريق العدوى، إذا أشنا هو كيفاش غنتغلبوا على التوتر والقلق ونحافظوا على الهدوء والطمأنينة. إذا من بين الحوايج اللي تتعطينا الهدوء والطمأنينة وتطلع لنا الطاقة الإيجابية وتتحافظينا على المناعة ديالنا وتتشفينا من الأمراض وتعطينا الإيجابية هي التأمل. فالتأمل أشنا هو؟ التأمل هو تركيز على الذات، مثلا تركيز على التنفس ديالنا. إذا هذا التأمل تبت علميا بأنه تطلع هرمونات السعادة، اللي من بين هذه الهرمونات هي هرمون السيروتونين، وتهبط هرمونات التوتر اللي هي الكورتيزول والأدرينالين. آخر ما كاين في العلوم ديال البيولوجي موليكولير هي البحث ديال إليزابيث تايلور، اللي هي عالمة أخذت جائزة نوبل في 2009، لقات بأنه كاينين في المؤخره ديال لي كروموزوم كاين واحد الماده سميتها تيلومير. هاد تيلومير باش ما كانت طويله، باش ما الخليه تتكون تتمتع بصحه جيده وتتحافظ على الشباب ديالها وتتكون مزيانه. اذا هاد تيلومير باش يكبر دارت بحث ولقات بان الناس اللي تيديروا التامل لمده ربع ساعه في النهار 3 شهور التيلومير ديالهم تيكبر، وبالتالي الخلايا ديالهم تيكونوا بصحه جيده والجسم ديالهم كله تيكون صحيح ومزيان والمناعه ديالو قويه. اذا اول حاجه خاصنا نديروا التامل يوميا لمده ربع ساعه في النهار. كيفاش غنديروا ليه؟ غادي نعمروا الجسم ديالنا بالاكسجين ونحبسوه لمده 8 ثواني، ونركزوا على الداخل ديالنا ونحاولوا نسترجعوا واحد ذكريات ايجابيه، ذكريات زوينه، ذكريات اللي تنتفكروها تنفرحوا لمده ربع ساعه. ثاني حاجة هي طاقة الامتنان، واللي هي هي طاقة قوية وطاقة مفيدة للجسم وطاقة الحمد. نحمد الله في كل صباح فقنا على نعمات الصحة وعلى النعم اللي عطينا وعلى هذا الحمد، تعطينا واحد طاقة إيجابية وتخلينا نحسوا بواحد الراحة وواحد الطمأنينة. ثالث حاجة هي العلاقات الاجتماعية، فأقوى طاقة هي طاقة الحب. إذا باش ما كانت عندنا علاقات طيبة مع المحيط ديالنا، مع العائلات ديالنا، مع الأبناء ومع الأزواج ومع الأمهات ومع الوالدين ومع الأخوال والأعمام، صلة الرحم كانت طيبة، باش ما طاقة الحب تتكون قوية والجسم ديالنا تتمتع بهذه الطاقة. وكاين بحث علمي تبت بأن الناس اللي تعيشوا عمرهم طويل تعيشوا مدة طويلة، فهذا نتيجة لأنهم عندهم علاقات اجتماعية مزيانة وعندهم عائلة تبغيوهم تتبادلوا الحب مع العائلات ديالهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.